هنروح سريعا ونتحول إلى العراق في مدينة البصرة العراقية، في مكان هناك اسمه شارع الفراهيدي الثقافي. الشارع ده تم تطويره وإنشاء أكشاك خشبية، أكشاك كتب خشبية، وعمل أنظمة إضاءة حديثة بالطاقة الشمسية، وكمان بقى فيه مساحات وأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية، وده طبعا عمل رواج كبير جدا لبقية الكتب في هذا الشارع. في شارع في مدينة البصرة في العراق اسمه شارع الفراهيدي للثقافة والكتاب. الشارع ده تم تطويره علشان يستقبل محبي القراءة والزوار اللي بيستمتعوا بسلسلة أكشاك الكتب الخشبية والإضاءة الخارجية والأرصفة اللي بتضفي طابع جمالي على النزهة الثقافية في الشارع. أعمال التطوير دي تمت بفضل الجهود اللي بذلها مجموعة من المثقفين والرواد. شارع الفراهيدي لثقافة والكتاب، هذا المكان الذي يدخل الآن في عامه الثامن، تأسس سنة 2015 بجهود شبابية خالصة، تضافر عليه مجموعة من الشباب والمفكرين داخل البصرة من خلال اجتماع موسع أقيم في أحد الساحات على إنشاء شارع ثقافي على غرار شارع المتنبي في بغداد. هاي أمور كلش عاقة قدامه، مع ذلك يعني الأخوة بإنجاز، وإحنا بقينا وصمدنا تحت الظروف يعني الجوية والظروف السياسية والظروف عدم الدعم من الجهات المسؤولة لهذا الشارع، وكان الشارع يعني شبه ترابي ويعني وحتى معكر، ومع ذلك صمدنا وبقينا ويعني وحاولنا إنه ندعم هذا الشارع باللي قدرنا. وتعرف أكثر هي جهود ذاتية، يعني إحنا الكتب مثلاً نشتريها مو يعني كتب تبرع أو كذا، وحلو نبيعها بأسعار شبه يعني أرباح قليلة عليها، يعني 1000 ونص 2000 على الكتاب، وأحيانا حتى الربح نطيحها من أجل أن نكسب الناس، نكسب الزبائن. الشارع تم تزويده بمجموعة من الأكشاك وبعض التفاصيل المتعلقة بالإنارة بالطاقة الشمسية والمصاطب والكراسي، وكمان بقى في مساحات لقراءة الشعر أو إقامة الفعاليات الثقافية، وده عمل رواج كبير لبائع الكتب في الشارع الثقافي.